خد بالك، بص بقى، بصوا وشوفوا الكبار بيتعاملوا ازاي، ومحدش يزعل. الناس اللي مش هقول بتتأجر بالحلقة، الناس اللي بتتملى قبل الحلقة عايزين نولعها بقى. ايه لا، ما انا مش هدفع 20,000 في الحلقة واطلعك معايا والاقيك راجل كيوت ومستكين. اديني حتة لطشلي فيها الاهلي، وانت اديني حتة لطشلي هنا ايه في الفاصل بقى. لا اللطشة ما جاتش، عدي بقى، عدي اخبط لك جملتين من بتوعك دول، بتوع المؤامرات وبتوع عليه العوض ومنه العوض في الفير بلاي وكفايه ظلم والفساد. انا الجمل دي حلوه. لما تيجي تبص للكابتن محمود الخطيب والاستاذ حسين لبيب المهذب قوي والمحترم قوي، الناس دي تخجل تخجل. اللي بيطلع على شاشه ده وبيتقال له ظبطنا لك هتقول ايه؟ ما انا ماليش دعوه، بلا ارقام بلا اخبار. ادينا حته فساد المنظومه، وادينا حته لولا دعم الحكام، وادينا حته 114 سنه من الفساد هتطلع وهتتظبط. غير كده يا ابني اقعد في بيتك وفي 100 واحد بيتاجروا بالحلقه. ها ماشي، قول له يلا بينا. تيجي تبص للكبار بيتعاملوا ازاي تتكسف. ودايما بقول عندك صفحتك على الفيس، عندك الاكونت بتاعك على تويتر، عندك الانستجرام، تصور بمايونة، اعمل اللي انت عايزه براحتك، ده على حسابك الشخص. ما تطلعش على شاشة ملك للدولة او قناة ملك للدولة وتزرع ابتذال، تزرع تجاوز، تزرع كل حاجة، كل الكلام الخارج تقدر تقوله تحت كلمة تزرع. شوف الكبار بيتعاملوا ازاي. اجاتك في صحراوي ولا غيره يرضيني، معايا في كل حتة وفي بيتي مكفيني، موحوض المية كبير وطول اليوم متكيف، وحساسه والله خطير في نفس المية يوقف، من كهربته قليلة من ضمانه حقيقي، قطع غياره كتير في كل الجمهورية، ولا برضى عنه بديل ما هو على قد ايديا. تكييف إيجا صحراوي، موديلات متنوعة، أحجام مختلفة، مساحة تبريد واسعة، أقل 4 مرات في استهلاك الكهرباء من التكييف العادي، سهل التنقل من مكان لمكان، ضمان حقيقي وقطع غيار متوفرة. إيجا جربها بنفسك، من مجموعة إيجا جروب.